اتفقنا على تطوير العلاقة بين العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية، وده أمر يمكن هيكون خلال زيارتي إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضا جي 20، إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والأهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين.